حادثة حصلت في 17/12/83، كنت بلعب كرة قدم وبعدين لقيت اللعبة بالنسبة لي كانت متعبة جدا لأن دايما كنت بقع باستمرار. اتجهت لتنس طاولة من حب في اللعبة، وكنت بحكم لأصحابي والكلام ده وبتاع، فحاولت إن أنا أمسك المضرب تحت باطي مرة واتنين وفشلت. حاولت بعد كده إن أنا أمسك المضرب ببقي لغاية ما الحمد لله يمكن التجربة نجحت. أول مباراة ليا كانت مباراة تحدي بيني وبين شخص كان قال لي خليك في حاجة تقدر تمارسها، وكانت بالنسبة لي كانت صدمة، والشخص ده يمكن أنا في اليوم ده عملنا مباراة بيني وبينه في مركز شباب كسبته، يمكن كان الجميع ما كانش مصدق لأن كان مستوى كويس جدا جدا يعني. يمكن الحدث الأكبر الدنيا كلها فعلا بتبقى يعني سعيدة إن هي بتشارك فيه كان الأولمبياد، يعني إن أنا أمثل مصر في الأولمبياد كبطل لقارة افريقيا، يمكن دي كانت احسن او اعظم بطولة بالنسبة لي انا شاركت فيها. هي يمكن الفترة اللي كانت صعبة جدا بالنسبة لي وكنت خدت قرار ان انا يعني اعتزل فعلا، كانت ما بين 2013 و2015. الوقت ده كنت حسيت بالاحباط شوية لان طبعا ما فيش اهتمام من اي حد، وكنت تعبت يعني حتى لدرجة ان اسناني كنت بكشف وبصرف عليها كتير جدا، وفي نفس الوقت ما كانش في عائد مادي بحيث ان انا حتى اصرف على اسناني يعني. من اللي جاي ان شاء الله ان انا اتاهل لافريقيا، اتاهل الاولمبيات ان شاء الله من خلال افريقيا. عملت حاجه ما حدش عملها في العالم، ويكفيني ان انا يعني اللاعب الوحيد في العالم اللي بيلعب تنس طاوله ببقى.